فاذا هذا العمل الكبير الرائع هو انه يرفع خطيه العالم وخلي بالك انه يوحنا المعمدان بيتكلم لليهود وهذا الشيء مالوف لليهود وعلى فكره مالوف للعرب والشرقيين وكل الشعوب الساميه هذا ال ال الاصطلاح مالوف جدا فهو مش يعني خارج عن سياق الحديث او خارج عن سياق الشريعه لكن الكل بيعرف لما بتقول فلان حمل ولا سيما حمل الله على طول بروح بالك او في فكر اليهودي بروح فكره للذبيحه فالفكره مش الحمل البسيط الم يقل المسيح كونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام ألم يقل المسيح أرسلكم كخراف وسط ذئاب يعني كل هذه التشبيهات مألوفة للفكر والعقل الشرقي فأنا أتعجب اللي بهاجم ولا سيما يمارس الأضحى يمارس الذبايح والذبايح انت لمين بتقدم الذبيحة هل بتقدمها لله طب ليه بتقدمها لله هل حاولت تفهم السؤال من وراء الموضوع ومتى الله طالب بهذه الذبيحه ولمن ترمز هذه الذبيحه وهل الله يصر بالذبائح كما يقول الكتاب اريد رحمه لا ذبيحه فاذا احنا بنتكلم احبائي في اشياء مفهومه معروفه شرقيا تاريخيا كتابيا في كل الاديان وفي كل الحضارات وكل الثقافات القديمه، يعني شيء مش غريب علينا، هذا الشيء مالوف كان عند اليهود وفي معظم الحضارات والعادات الشرقيه كمان هذا الشيء متعارف عليه وشيء مالوف جدا لكل مستمع، فيوحنا يقول هو ذا حمل الله يعني الذي يرفع خطيه العالم